لما نبص حتى في تاريخ الدعامات، طب ما هي الدعامات موجوده من سنه 60، لكن ايه اللي خلاها انتشرت في الفتره الحاليه؟ انتشرت في الفتره الحاليه نتيجه للتطور اللي حصل فيها. يعني احنا لما نرجع مثلا لاول دعامه اتعملت او فكره الدعامات من البدايه، كان تقريبا سنه 1936 على ايد عالم الماني لحد كان حصل له امبيوتيشن، باتر العضو في حادث او كان تقريبا في حاجه في حرب او كده، في الحروب. فالفكره بدات انه خد جزء من الغضروف بتاع الضلع وزرعوا في هذا العضو، يبقى اذا فكره انه يحدث صلابه ظهرت على ايد هذا الشخص. ثم تطورت الفكره، اول واحد زرع حاجه مصنعه من الاكريليك كان اثنين امريكان سنه 1952، ثم بدا بعد كده الدكتور جمال البحيري رحمه الله عليه، استاذ جراحه التجميل في القصر العيني في الستينيات، كان برضو من اوائل الناس اللي زرعوا دعامات في هذه الفتره، والكلام ده منشور باسمه، وانتشرت الدعامات وبدات اصبحت هي الحل الامثل لكل من لم يستجب للمرشحات كالفياجرا وما شابه. وبعد هذا النجاح قلنا والله انه لن يوجد بعد اليوم شخص عنده ضعف انتصاب الا وله علاج ناجح 100%، وشطبنا من قواميسنا ما يسمى بالعجز الجنسي. واختفت كلمه امبوتنس من الكتب الطبيه نهائي، بقت اريكتال ديسفانكشن. ممتاز. واختفى كلمه انه ذير از نو تريتمنت فور ذيس كيس، لا بقى في تريتمنت. ما هو لو ما كانش ريفراكتوري، كان غير مستجيب للعلاج الدوائي، هيلجأ الى العلاج الجراحي.